السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. راح نشوف اللقاء هذا كيف، لو أنا بدي أحرك الشخصية تبعتي من خلال السي شارب كود، لو أنا مشيتها جوا بدي إياه يعمل حاجتين، إنه يخلي الولد في حالة البليه أنا، الشغلة الثانية يخلي الولد ينزاح لقدام، الحركتين مع بعضهم يحرك جريه وينزاح لقدام في حالة الإزووك أنا، راح تخليه يمشي زي هيك. ونفس الكلام لورا للسهم لورا، لو انا عصيت راح الاقيه ازوك باك قاعد الفيديو بيشتغل، وعمليا انا قاعد بزقه لورا. هذا الكلام راح نشوف في الكود كيف بنعمل ان شاء الله. الان الولد تبعي او البلاير تبعي محطوط عليه كود اللي هو بلاير كنترول، راح انا امحيه ريموف كومبوننت. الان خلص ما فيش عليه كود، لو انا علمت على الولد اطلع هنا فيش حاجه اسمها سي شارب، وبالتالي لو شغلت الكلام اللي عندي هذا وحبيت احرك بالاسهم ما فيش تاثير. هذا صح ومش صح؟ اوكي، بس هو عمليا ما بيشتغلش، فيش عندي كود يحرك، بعمل بالاسهم ما يصيرش شيء. الان انا عايز اكتب كود سي شارب بيتحكم لي في الشخصيه تبعتي هذه. راح اجي ايش اسم الولد هنا؟ بلاير، فراح اعمل كود بدل على الاسم عشان اربطه فيه. راح اعمل كرييت سي شارب، حاجه اسمها بلاير كنترولر، هيك ستايل في الاسماء انا، بس يا رب ما يبقاش واحد منهم معمول. اوكي، هاي في صار في عندي بلاير كنترولر، وهي فتح لي، لا فتح لي واحد قديم، هذا اوريدي مبرمج عليه. راح امحي الملف هذا كله، بديش اياه، ديليت، وهي بلاير كنترولر الثاني، هيسكر من هان بمش هذا عشان انا كنت مشتغله قبل هيك، وهي ديليت. اجي من اول وجديد، هاي باليمين، لا هذا مالناش دعوه فيه، اجي باليمين هنا كرييت سي شارب واسميه بلاير كنترولر. اوكي، البلاير كنترولر لما اضغط عليه ايش هذا الجاليه سمول، اوكي دبل كليك عليه فتح لي صفحه فاضيه. هذه بيج انا بديش اياه مكتوب الكود من الاول، هاي الصفحه اللي فتحت لي اياها. لو اجيت عملت كومبايل اتاكد ما فيش عندي اي ايرور، وهي الكود تبعي ما فيش اصلا مكتوب فيه شيء، عشان هيك ما بيطلعليش اخطاء. الان اللي انا عايز اعمله ان عايز الولد يمشي لقدام. عندي كلاس اسمها بلاير كنترولر، وهذه المكاتب اللي انا راح استخدمها في شغلي، وهي الكلاس، وهنا فانكشن وكمان فانكشن بيجوا جاهزات لما نشتغل. هذه ستارت زي الانيشالي الكونستراكتور، بتتنفذ مره واحده اول ما يشتغل او بيشتغل الولد، اول ما تحول الولد من كلاس لاوبجكت بتشتغل هذه. وهذه الابديت بتضلها شغاله باستمرار طول ما في عندي حاجه اسمها اوبجكت للولد تبعي، راح تضل هذه تتكرر في الغالب 30 مره في الثانيه. يعني هذا عمليا الداله كانه في عليها فور لوب بدها تتكرر. عشان نشوف كلامنا هل بتكرر ولا لا، تعال نشوف في امر اسمه برنت، نستخدمه كتير في حياتنا عشان نتاكد منه من الكود تبعنا صح ولا غلط. واكتب هان جوا اوكي، بس اتاكد انه هو ايش بصير، هل هذا بتكرر عن جد ولا لا. اعمل كومبايل هنا فيش مشاكل عندي. طيب اجي هاي الولد تبعي بلير، لازم اعلم على بلير تبعي، واجي امسك البلير هان الكود واحطه هان. الان الكود اللي انا بكتبه ارتبط في الولد، وبالتالي راح ياثر عليه. اول ما يشتغل اللعبه الولد موجود، راح يعمل كلاس اوبجكت من الكلاس ويتحكم فيه. انا اللي بيعنيني في الموضوع هذا انه هي في عندي اوكي، اعمل كلير، هي في كلمه اوكي وهي قاعده تنطبع، هي صارت 200 مره 300 مره، ليش تنطبع باستمرار؟ لانه هي عمليا جوا جمله تكراريه. الفور لوب اللي عندي هنا الابديت هذه فانكشن هي عمليا بتتكرر تلقائيا، وبالتالي لو حطيت فيها جمله تنطبع راح يضل ينطبع 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 الى ما لا نهايه. طيب انا ايش بدي اسوي؟ بدي اتحكم في الولد، بدي اقول له اسمع اذا انا عصيت لقدام بدي الولد تبعي يمشي. يعني اف اذا انا عصيت على السهم الامامي ايش اسمه؟ اف انبوت دوت جيت كي، افتح قوس وسكره، جوا اكتب كي كود انوزر اللي بدك اياه دوت اب ارو، السهم اللي فوق هذا. طيب اذا انا عصيت على السهم اللي فوق، طبعا هذا بترجع ترو او فولس، احنا مش راح تقول اذا كانت بتساوي ترو لانه اوريدي يا ترو يا فولس. اذا هذا الكلام صار افتح لي بلوك هنا، وايش بدي اكتب في البلوك؟ بدي احرك الجسم تبعي. اذا انا عصيت على السهم الامامي بده يتحرك الجسم تبعي، علشان احرك الجسم تبعي راح اكتب
transform dot translate. الترانسفورم هذا يقصد فيه الجسم اللي محطوط الكود هذا عليه، في حالتنا هذه اللي هو الولد تبعنا اللاعب، يقصد بالترانسفورم هذه اللي هو الجسم او المجسم اللي محطوط الكود تبعي هذا عليه. في حاله تبعتنا ايش توانا هنجيب، نحن جبنا الولد ومسكنا الملف تبعنا وحطيناه عليه، وبالتالي هي موجود هنا. اذا الترانسفورم بحالتي هذا هو مقصود فيه اللاعب البلاير. اجي هنا اكمل ترانسفورم دوت ترانسفورم دوت ترانسليت ترانسفورم دوت ترانسليت مش هاد تيجي ترانسفورم دوت ترانسليت ونفتح جوس. الان هذه بتاخد يعني 6 اوفرلود فانكشن، تاخد فيكتور 3. ايش ممكن تاخد؟ من الاشياء اللي بتاخدها بتاخد اكس واي وزد، يعني ممكن احرك الجسم تبعي على الاكس او على الواي او على الزد. انا راح اكتب بدي اتحرك على محور ايش انا في الحاله تبعتي هذه، على محور هتشوف اللاعب تبعي حرف الاف، بدي اتحرك على محور الزد ده قدام. اذا انا راح امسك محور الزد هنا واقول له الاكس 0 ما تحركش شيء على اي حاجه، والواي 0 فاصله الزد خلي لي اياها مثلا 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 اي واحد، ونجرب ايش بده يصير كيف السرعه تبعته. اعمل حفظ للشغل، اياك تنسى تحفظ، هي كنترول اس اوقف الكومبايل شغال كومبايل، احفظ كنترول سي وتعال اجرب افعل اشغل اللعبه تبعتي. هاي اللعبه تبعتي اعمل بلاي واجرب احط السهم تبعي لقدام. طبعا لازم تبقى عاص على المربع هذا، سيبك من وضعيه المشي هو اللي الصح هذا المحطوط مش موضوعنا. انا موضوع ان انا عاص لقدام، هاي نعصيت لقدام ايش صار الولد؟ صار يمشي، يعني مشي لقدام، لورا ما صارش شيء. طيب راح اعمل نفس الكلام للي ورا، اذا كان راح امسخ نفس الداله او نفس الكود هذا. اذا انا كنت مش عاصص الاب كود، عاصص مين؟ الداون كود بتهيألي، داون ارو، اسف داون ارو، ايش يسوي لي؟ يخلي لي اياه بالسالب واحد، وهي حفظ. تعال اشوف، يلا قدم لقدام، سيبك هذا الصح انا عاصره مش عارف ليش من لحاله. هاي تعال شوف، هاي الولد ماشي لقدام، وهي بالاسهم لورا، هاي راجع لورا. لو تخيلنا الولد هذا سياره الامور طيبه، بس لانه الولد المفروض يتحرك اجريه معه. انا اجيب الصح هذا اللي دائما مغلبني، هاي الحركه تبعتي لقدام ولورا، لقدام ولورا. طيب الان بدي اياه لما يمشي لقدام هذا الازووك يتفعل، ولما يمشي لورا از ووك باك يتفعل، فبيبينوا الحركتين مع بعض كانه عن جد قاعد بيمشي. طيب كيف بدي امسك هدول المتغيرات من الكود تبعي؟ هذا سؤال يعني مهم واشكاليه، كيف بدي امسك المتغيرين واحط هذا صح عليه وهذا صح من الكود تبعي؟ طب هو هذا ايش قصته؟ هذا تبعت مين هذا؟ رورت على البلاير في حاجه اسمها كنترولر، وعصيت على الكنترولر هي الملف تبعي، هذا شفناه في اللقاءات اللي فاتت. طيب يعني انا بدي امسك الملف هذا تبعي اللي هو وين؟ انيميتور، ومن خلال الانيميتور بقدر اتحكم بالمتغيرات هذه. طب كيف امسك الانيميتور؟ هات نشوف. الانيميتور تبعي ولا تبعي؟ راح اكتب في الستارت هنا فوق في الكلاس فوق، اعرف متغير جلوبال على الكلاس، اسميه ايش؟ ترانس كنترولر، اسف انيميتور، انيميتور، هاي انيميتور، متغير منه اسميه انيم وخلص. في الستارت هذه راح يتنفذ الكود هذا لمره واحده، اعطي له قيمته، اقول له اسمع الانيم هذا بدي يساوي ايش اسوي؟ ساوي ترانسفورم دوت جيت كومبوننت. الترانسفورم هذا مين مقصود بالترانسفورم؟ اللي هو الولد تبعي اللي حط عليه الكود. دوت جيت كومبوننت يعني في كومبوننت جوا، هات لي اياه، ايش اسم الكومبوننت تبعتي؟ انيميتور، وفي الاخير بحط بفتح قوس وبسكر قوس، وهي فاصله منقوطه، اللي معناه انه الولد تبعي روح جوا هات لي حاجه اسمها انيميتور، امسك لي اياها وين خزن لي اياها؟ في الانيم. اذا الانيم تبعي صار عمليا
بيقدر يوصل للانيميتور هذا اللي هو عمليا الملف تبعي هذا. شوفوا هسه طلع انيميتور هان بده الملف هذا، صرت امسك الملف هذا، والملف هذا من بين الاشياء اللي فيه المتغيرات تبعته هذه. اذا عشان اتحكم في المتغيرات هذه راح اجي اقول له اسمع، لو انا عصيت على الزر القداماني خلي لي انيميتور انيم المتغير اللي عملته انا دوت المتغير تبعي هذا اللي حطيته هنا ايش نوعه؟ بولين ترو او فولس. لما جيت عملت زائد قبل المحاضرات اللي فاتت اخترت بولين، اذا راح اعمل متغير على نوعه او بدي اعدل النوع تبعه انيم دوت ست بولين. لو كان انتيجر كان ست انتيجر، كان لو كان لكن في حالتنا هذه هو بول، فست بول وافتح القوس وسكره، وهي النقطة وهي فاصلة منقوطة. ايش بدي احط هنا؟ اسم المتغير حرفيا زي ما هو هان، بينفع تيجي تنسخه اي كابيتال اي سمول لخبطه في الحرف كابيتال سمول مش راح يشتغل معنا. طيب هي از ووك، تعال هنا وقول له اسمع الست بول، ست بول هذه حط لي اياها ايش؟ از ووك. هذه ايش بدك تخلي قيمتها ترو ولا فولس؟ تخليها ترو. اذا خليتها ترو معناته هي اوريدي هيك صار الولد تبعي ايش ماله؟ بيمشي. طب ممتاز، لكن اذا انا رفعت اصبع عن السهم في اشي خليه لي هذه مش ترو؟ ما فيش، راح ضلها ترو على طول. بقول له طب اسمع إلس إلس، اذا انا اي ان اذا انا رفعت ايدي عن الاب ارو خلي لي اياها فولس. نفس الاشي نفس المتغير بس بدل ما يصير ترو بصير فولس. اشيك عليها اذا لقيتها ظابطه راح اجي اعمل للباك ارو. هات نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، اعمل بليه ونيجي نحرك الولد لقدام. هنا انا داعس لقدام، هاي الولد بيمشي والسرعه كويسه، رفعت اصبعي بطل يمشي ووقفت الحركه الووك اللي هان. نعاود نعيد الان ننتبه هان. هان في وضعيه الايدل، هو اول ما اقص على السهم لفوق راح تتحول هذه صح ويقلب على حوالي الووك. في نفس اللحظة أنا كنت بزقه بزيحه لقدام، الآن هاي بعص على السهم واحد اثنين ثلاثة أعص السهم، الآن صار في حالة إز ووك وقاعد بسحب الولد لقدام. نفس الكلام ممتاز، أول ما رفعت إصبعي صارت إز ووك بتساوي إيش؟ فولس، عشان الإلس اللي أنا كاتبها هذه، فصارت بتساوي فولس، فبطل الولد تبعي يمشي، وهذا إشي رائع جدا. إيش نعمل كمان؟ هات نعمل الورا وخلص. نفس الكلام الإلس اللي هي أنا راح نسخر كنترول كوبي وأقول له اسمع الإف أنت برضو عليك إلس. إيش الإلس تبعك؟ بقول له إذا كان أنا رافع إصبعي عن الزر التحتاني في الأسهم رفعت إصبعي خلي لي هذا إيش بتساوي؟ فولس، بس مش إز ووك، إز إيش؟ إز ووك باك. أريح لي، وعشان تبقاش حرف البي كابيتال ولا سمول خلينا نسخها منها كنترول كوبي وكنترول في. اعاود اعيد، اذا انا عاصص على السهم الامامي السهم الخلفي راح ايش يسوي لي؟ يمسك لي الولد ويزيح لي اياه على الزد بالسالب لورا ويخلي لي الانيميت تبعته. مش حاطين الانيميت هذه هان، نقول له هان لو سمحت كنترول كوبي الانيميت از ووك بتساوي ترو. ترو ايش يعني؟ اذا اعاود اعيد، اذا انا داعس على السهم اللي لورا خلي لي اياه يرجع لورا، وخلي لي اياه في الانيميت از ووك باك يمشي لورا. صح، يصير يحرك اجري لورا، لكن اول ما ارفع اصبعي عن السهم راح يجي يخلي لي مين؟ الحركه للورا، حركه الاجرين فولس، مش راح يتحرك الاجرين. هات نشوف، اعمل حفظ. انا عملت حفظ، وتعال نشغل الولد المحترم تبعنا. عص لقدام هيو بمشي لقدام، رفعت اصبعي هيو وقف، رجعت اصبعي لورا هيو برجع لورا، اول ما ارفع اصبعي لورا بيرجع زي ما كان. اذا انا صرت اقدر امشي. ويعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.